يعني برضه ان النادي الاهلي مهما كسبت صن داونز برضه الناس فازانا المباراه بقت خمسه، هل ده انت ممكن تستغله تتكلم مع اللعيبه ان انت تعمل سكور كبير او ان انت تعمل نتيجه ايجابيه مع اللعيبه تتكلم مع اللعيبه بس بزيادة الذات؟ اكيد طبعا احنا اللعيبه الكبار اللي موجوده في الفرقه اكيد احنا بنتكلم مع الفرق مع اللعيبه اللي موجوده بنوصلهم الرساله بتاعتنا ان احنا كان لاعب فريق في الفريق الصغير على طول تفكير طبعا المباراه بتاعت سانداونز هناك طبعا احنا على طول بنكون مركزين اي فرقه من اللعيبه من تحت رقمها كبيره صغيره من تحت رقمها هو ده الميزه عندنا اللعيبه اللي موجوده دلوقتي اللعيبه الكبيره بتركز مع اللعيبه الصغيره بتكون اي فرقه لعيبه لازم تبقى احترام كبير جدا طبعا سانداونز فرقه كبيره واحنا بنعمل لهم احترام وان شاء الله ربنا يكرمنا واهم حاجه بالنسبه لنا ده تبقى اهم حاجه طبعا الفترة اللي فاتت اللعيبة اللي كانت موجودة في المنتخب كان في مشاكل كتير الفترة اللي فاتت في سفر كتير الفترة اللي فاتت بس احنا يعني مع الجهاز الفني الموجود بيدي اللعيبة راحة كويس جدا حتى كمان بعد الماتش السودان لما يبقى خدوا اجازة احنا الجهاز الفني في اجازة بيراعي الموضوع ده كويس جدا واللعيبة اللي تكتيكاتها اكتر هي اخدت راحة هما بيدرسوا الموضوع ده واكيد في جهاز بس احنا طبعا اي ماتش احنا المنتجين الفترة دي في أمريكا بتتطور من أفريقيا يعني دي مش مشكلة عندنا احنا أهم حاجة بالنسبة لنا نركز بس مع الفرقة وأهم حاجة نركز في المباراة الجاية وأهم حاجة نعدي الدور إن شاء الله. المباراة هتساعد الفريق حالة فين إيجابية؟ كل بس أكيد طبعا أنت لو تشوف البطولة بتاعة كأس العالم للأندية تمام أي بطولة بيبقى فيها الجمهور بتاعنا هو بيدينا دفاع جامد جدا هنا في مصر طبعا بيدينا دفاع جامد جدا احنا بالنسبة لنا نكون الجمهور موجود على طول دايما في الدرجات احنا بنبقى سعداء في الملعب بيدينا روح